السلام عليكم، مرحبا بكم في ديليز دو ناصر غانا. اليوم راح نشوفوا مع بعض لو ميم ميرو هذاك. راح نزيد لكم ميروسات واحده اخرى، ان دوزيام. الور سي دي فيلي تاع بواسون مقطعين هكايا كيما راكم تشوفوا. نعيطو لهم دي بوجونات هكايا، كوبي اون بوجونات. الور فيها بيان سور الحوت دائما. عندنا لا شابلور تاع الخبز فري، يسمى باندومي هذاك، نحولو القشرة نجوزو في السيار ولا في الرحيوة، هاو يعطينا اون شابلور فريش، ماشي لي محمصة ولا لي محمرة. الور عندنا البيض وعندنا لافارين. هذه سي لابانور، لابانور راح نديروها مع الجلجلان. هادو الربعة هما اللي راح يديرولنا لابانور تاع الحوت. عندنا بيان سور الملح في الكحل، عندنا شويه تاع الماء وشويه تاع الزيت. انا درنا زيت الزيتون باش يبارفيمي لنا البيض هذاك. الحاجه الاولى نوفا صالي يبوابري الحوت تاعنا. نبريبارو دوكا لا بانور تاعنا اللي راح نديروها لي ان بو سبيسيال. الور عندنا البيض، ديروا له زوج حبات بيض، ديروا لهم زوج مغارف ماء. زوج مغارف زيت، راني درت هنا زيت زيتون، تقدروا ديروا زيت دي طابل. عندنا الملح والفلفل الكحل، هادو نضربهم باش تخلط كلش. بعد ما خلطنا البيض دوكا نولو لا شابلور تاعنا، نخلط لها الجلجلان. الجلجلان ما يكونش محمص باسكو راح يتقلى. الور ونخلطو مع بعض هكايا، شوفوا من بعد كيفاش كيتقلى، كيفاش يعطينا ان كو ويعطينا ان كولور شابه للحوت. نبداو دوكا نباريو. الور الحوت هذاك اللي اسيزونيناه نديرو في الفارينه دابور. دوك كل ما وين ندير ليكسي هذاك نحيه، الزياده هذيك نحيها. هاي الصح كاع البيض لازم يتغطس مليح في البيض ويتشمخ، ما لازمش يكون فيه اون بلاك، باسكو لو كان نديرو في لاشابلور ما يكونش مليح متشمخ في البيض راح تبان لي الفرينه. فوالا و نديرو له هكا نكمل لا كونتيتي نتلاقاو. نبداو دوكا نقليو لي كوجونات هادوك. الزيت سخنت ان بان دو فريتور، راكم تشوفو مانيش دايرها سخونه بزاف هنا. علاش؟ باش يطيب لي الحوت لداخل، باسكو هاد لابانور تشوفو كيفاش تحمر و باسكو لازم الحوت يكون طايب لداخل. ما نرميوش، ماشي تاع باش نحمر برك لا شابلور، لازم لي الحوت يطيب، سي نورمال. شوفوا دوكا كيفاش لا كولور كيفاش كيتحمر. ها انا قلبتو، زيد نخلي الكوتي لاخر كلكو مينوت ونحيوه. هاي الكلاروسات تاعنا هاي وجدت. شوفوا كيفاش الجلجلان بان بارابور لا شابلور هذيك فراش اللي دارت لنا القشره. وهو كيما يقولوا الجلجلان هو صحي، الوغ لازم ناكلوه. و بريزونتيناه مع لاصوص طرطار. لاصوص طرطار اللي تلقاوها في اون فيديو واحده اخرى اللي درناها تاع تيرين دو فولاي. ان شاء الله ان شاء الله تكون لا روسات عجبتكم، ونتلاقاو في دي روسات واحده اخرين بإذن الله.